في سهرة فنية من عمر المهرجان الوطني لمسرح الهواة في طبعته 53 وسط حضور مميز لوجوه فنية معروفة وأهل المسرح، رشحت فرقة الأقواس للمواهب من المدية بعملها حلم غير مثقوب للمشاركة في منافسة المسرح المحترف بعد اللجوء لرأي لجنة عقلاء المسرح وممثلي الفرق المشاركة. هذا استنجزت دو سيفيزم كولتورال، يعني باش ما حبوش يكونوا متعسفين وياخذوا القرار وحدهم، وحنا دخلوا بعض انا جودري لي ساج لي جون كي سون لا في هذا الفيستيفال. جو سوي ديفوني ان انفون، وليت الطفل الصغير في هذا المهرجان اللي عاود رجع وعاود رجعت الروح نتاعو. الفرقه اللي تخرجها باش تمثل الهواة في المهرجان المحترف مبروك عليها. ترشيح فرقة أقواس الفنية للمواهب جاء بعد تنازل فرقتين ومصادقة الخمس المتبقية على المحضر الذي أعدته محافظة المهرجان في أجواء أخوية، خاصة مع الاتفاقية التي أبرمت مع محافظة المهرجان الوطني للمسرح المحترف. بالبركة عليه ورانا فرحان ليه، فرحانين بالبزاف. نأمل أن فرقتنا راح تمثل الهواة أحسن تمثيل في هذه الطبعة، والحمد لله هي الفرق اليوم صبحت بيناتهم محبة وأخوة، يعني والكل عازم من أجل صنع المسرح الهواة وإعطاء المكانة الحقيقية. والمقاربة يعني في هذه الطبعة كانت تحفيزية تشجيعية لكل المواهب ولكل محبي وهواة المسرح، ودائما مستغانم عندها هذا التاريخ الأصيل في الحفاظ على مهرجان مسرح الهواة. خزان مواهب للمسرح المحترف كان وسيبقى مهرجان مسرح الهواة، وافتكاك 4 مقاعد أخرى للمشاركة خارج المنافسة مكسب لهذه الطبعة.